أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من أخبار البلاد. مستمعينا ومشاهدينا أكيد في هذه الحلقة اليوم حنحكوا فيها عن مهرجان أصوات واعدة. هذا المهرجان اللي حينطلق في مدينة بنغازي يوم الغد الأحد بإذن الله. المهرجان يعتني أو يعنى بالطفولة ومنظمات المجتمع المدني من يمتلكون مواهب في مجال الغناء. يهدف هذا المهرجان إلى إبراز وتشجيع هذه المواهب في ربوع ليبيا. ربما هنالك بعض المناطق خارج ليبيا بعض المناطق في ليبيا ستشارك في هذا المهرجان من أطفالنا الأعزاء. لكن قبل ما نقف على هذا المهرجان، على أهدافه، على الجهات الراعية، على من سيشارك فيه، على لجنة التحكيم، عن كل ما يهمنا في هذا المهرجان اللي هدفه هو إبراز مواهب الأطفال في ربوع ليبيا الحبيبة، قبل ما ندخل في التفاصيل خلونا في أولى فقرة من فقراتنا اللي تعودنا عليها دائما وهي فقرة من البلديات. بداية أخبارنا من الغريفة، حيث شهدت الأيام الماضية انطلاق معرض الكتاب السنوي ضمن الموسم الثقافي الثاني بمنطقة الغريفة تحت شعار قارئ اليوم قائد الغد، والذي كان تحت رعاية شباب اقرأ للعمل التطوعي، وهو عمل شبابي تطوعي من أجل نشر ثقافة القراءة بفكرة جديدة بين الناس. وكان ذلك بمشاركة عدد من المكاتب من داخل وخارج المنطقة. وتخلل المعرض عدة أنشطة على مدى 3 أيام في مجال الحكواتي والقارئ الصغير والشاعر، وأيضا ندوات ومناظرات جسدها المشاركين في المعرض. الغيمة الفضولية كان يا مكان في هذا الزمان قرية هي فتاة تنقل الأخبار كاتبتين كاتبتين ونقطتي طبعا بفضل الله وتوفيق انطلق معرض الكتاب في موسمه الثاني والذي انطلق تحت شعار قارئ اليوم قائد الغد. وطبعا كان بعون الله وتوفيقي أمس كانت الافتتاح في الفترة الصباحية، وفي الفترة المسائية كانت جلسة حوارية ومناظرة، واليوم بعون الله مسابقات لتضم فعاليات الأطفال اللي هي من بينها الراوي الصغير وأفضل قارئ، وفي الفترة المسائية سيكون بعون الله أمسية شعرية وبعض فعاليات من مسرح. اليوم طبعا حضرنا معرض الكتاب في منطقة الغريفة، ما شاء الله معرض كويس، شباب صغيرة في السن قدمت برامج كويسة، إن شاء الله نتمنى يستمر وما يفوش في البرنامج هذا. الحب في الإيمان في الإنسان. ما أجمل الطفولة وبراءتها. أيضا في بنغازي، حيث يشهد منتزه بنغازي في هذه اللحظات تحديدا اختتام المخيم الكشفي الثالث لفتيان ليبيا اللي استضافته المدينة خلال اليومين الماضيين. كان بمشاركة الفتيان من مختلف مفوضيات ليبيا في لحمة وطنية غير عادية، هذه اللحمة في ملحمة تزينت بها مدينة بنغازي بعد تحريرها من الجماعات الإرهابية. لنقف حول هذا الموضوع، حول اختتام المخيم اللي ينطلق في هذه اللحظات داخل مدينة بنغازي وفي أحضان منتزه بنغازي السياحي. سيكون معنا إن شاء الله عبر الهاتف القائد طارق المحجوب قائد المخيم، اللي حناخذه منا حوصلة سريعة عن هذا المخيم وعن اليوم الختامي لهذا المخيم. كيف كان هذا اليوم وأيضا كيف كانت الأيام اليومين الماضيين لهذا المخيم؟ إذا كان معايا سيد طارق، مرحبا بك سيد طارق. مرحبتين بك، تسمع فيا؟ نسمع فيك إن شاء الله. نعم، أولا أبارك لكم اختتام هذا المخيم الثالث تقريبا اللي يقيم في بنغازي هذه الأيام. حدثني عن فعاليات هذا المخيم، كيف كان التحام الشباب من كل أو الفتيان من كل أنحاء ليبيا؟
طبعا نحييكم ونشكركم على المقابلة الطيبة. طبعا نخيم فتيان ليبيا هذه النسخة الثالثة تستضيف مفوضية كشاف بنغازي في منتزه بنغازي السياحي البوسكو، وهو مخيم للفتية للدرجة الأولى. طبعا نحن اليوم شفنا الثورة الختامية لهذا المخيم. المخيم هو عبارة عن فحص الأوسمة والدرجات للكشافين، بالإضافة للمهارات والأوسمة والزيارات الميدانية والأنشطة البحرية والأنشطة الترويحية. كان النشاط متميز فيه جد ومرح، والحمد لله يعني طبقنا جميع المناهج اللي نحن حطينا في البرامج بتاعنا. واليوم إن شاء الله بعد قليل حتنطلق السهرة الختامية لمخيم فتيان ليبيا. نعم، ما هي الأجواء وأيضا الطقوس الكشفية اللي تقوموا بها عادة في اختتام مثل هذه المخيمات؟ طبعا في انسجام واضح ما بين الكشافين، يعني الحمد لله قدرنا نجمع جميع المفوضيات شاركت في هذا النشاط من الغرب ومن الشرق ومن الجنوب. طبعا انت عارفه الكشافه تجمعنا ديما روح الصداقه والمحبه والاخوه ما بيناتنا ما بين اطفالنا. طبعا تقاليد نحن السهره الختاميه، وهي نحن نقول عليها سهره النار، ويكون فيها ختام جميع الانشطه، وحتكون فيها بطقوس ان نحن نشعل نار ويجوا الكشافين من عدة اتجاهات ويتحدثون مع حارس النار بانشوده بسيطه. بعدها تبدا السهره من فقرات واهازيج وصيحات ومسرحيات من جاهزين الكشافين داخل المخيم. نعم، يعني بما ان الشباب الموجودين في هذا المخيم او الفتيان هم من مختلف انحاء ليبيا، اكيد كانت لهم زيارات ميدانيه لبعض المناطق او لبعض المؤسسات داخل بنغازي، كيف شافوا بنغازي بعيونهم الكشفيه؟ الحمد لله نحن قدرنا نغطوا برنامج متنوع للزيارات داخل بنغازي، يعني من الكشافين يعني سنة 2000 اليوم مش نجاوز زيارات، يعني هم كانوا مبسوطين وشافوا بنغازي وشافوا الطبيعة بتاعها وشافوا الشغل والمؤسسات والبرامج داخلها. هم كانت عندنا نحن يومين من الزيارات، زرنا ميناء بنغازي البحري، زرنا القاعدة الجوية وحصلنا جولة بالطيران لمدة يومين، زرنا مثل الأوركيدا، زرنا الجامعة الدولية، زرنا نادي جنباز، وزرنا نادي فروسية، نادي شهداء بنغازي الفروسية. كانت زيارات ممتازة وكانت جيدة، بالإضافة أنهم هم طلعوا رحلات على الأقدام الطلائع بتاع الفتيان لعند منطقة توكرة وطلميسة، قضوا يوم غادي وهو وسام الاستكشاف، برامجهم برواحهم، يستكشفوا برواحهم، يطيبوا غداهم وعشاهم برواحهم. فكان أنشطة ممتازة وأنشطة يعني يعود الكشاف في الاعتماد على النفس، والحمد لله طبقا بطريقة جيدة. نعم، يعني بما أن اليوم أيضا هو بشرى، هذا اليوم لكل أهالي الفتيان اللي شاركوا وجاءوا إلى بنغازي في هذه المشاركة، أكيد شاهدوا فينا أهاليهم اللي نحييهم من كل ربوع ليبيا الحبيبة. هل تحصل أغلب الفتيان على الأوسمة أو وسام الفتيان هذا اليوم، أو سيتحصلون عليها لكي يبشروا أهاليهم على الأقل بوجودهم في بنغازي، وأيضا الذكريات اللي حتحملوها من بنغازي إلى مناطقهم كل فتى من شارك في هذا المخيم الكشفي؟ قسم القسمين، نحن يعني توا قادة البرامج قاعدين يدرسوا ويجمعوا في النوتات الكشافين. أما طبعا الكشافين ضروري تحصل على الدرجة الأولى، هذه بالأهم. نعم، وآخر مطلب في مراحل التدريب للفتية. وفي نفس الوقت في بعض الأوسمة اللي هم شاركوا فيه، مثل الأوسمة الرياضية والأشغال اليدوية والأوسمة الترويحية والأوسمة الاستكشافية، بالإضافة إلى وسام الصداقة، كان قدر يجمع أصدقاء من مختلف المناطق. نحن لحد الان ما زلنا ندرسه ونجمعه في الاجراءات والبيانات بتاعت الكشافين والفحوصات بتاعهم، وان شاء الله باذن الله الصبح غدا صباحا حيتم توزيع الشهادات على اغلب الكشافين. لكن بالمجمل يعني جميع المفوضيات، ونحيي قادتهم والمفوضيات بتاعهم، انهم هم الكشافين جو للمخيم على مستوى، يعني جايين الكشافين جاهزين وقادتهم يشتغلوا عليهم، وجميع الفتيان كان مستواهم جيد من ناحيه الفنون الكشفيه. نعم نعم، أتمنى لكم أكيد التوفيق سيد طارق. إذا كان لديك رسالة أخيرة توجهها لكل مفوضي الكشاف في كل فروع ليبيا. الحمد لله نحن في الأخير وصلنا رسالة بتاعنا، أن نحن يد واحدة وجميعنا أخوة وجميعنا أحباب، وهذا مهمة
الجيل بتاعنا المستقبل لما يكبروا مع بعضهم وصداقاتهم تبدا من هنا ويكبروا مع بعضهم جميع مختلف مدن ليبيا. يعني هذه بروحها الحمد لله رساله للجميع. ونقول لهم بنغازي الحمد لله استضافت المخيم هذا وقمناه على افضل ما يكون والحمد لله وكل عام وانتم بخير. نعم كل عام وانت بخير انت وكل من شارك في هذا المخيم الكشفي اللي يقيم على مدى 3 أيام في بنغازي الحبيبه. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام وايضا مستمعينا على 107.7 انتهت جولتنا الاخباريه في فقره من البلديات. ننتقل بكم الان الى فقرتنا الرئيسيه فقره ضيف وملف. في فقرتنا اليوم فقرة ضيف وملف نتحدث فيها حول هذا المهرجان اللي ينطلق في بنغازي. هو مهرجان أصوات واعدة. هذا المهرجان اللي حيضم مجموعة من الأطفال المواهب المميزين في موهبة الغناء تقريبا. فعاليات هذا المهرجان ستنطلق يوم الغد في أروقة مسرح تنمية وإبداعات الطفل بنغازي. لنتعرف أكثر حول هذا المهرجان وأهدافه وأيضا المشاركين فيه ولجنة التحكيم من سيكون له الدور الفاعل في التحكيم وإبراز المواهب ومن سيكون موهبة هذا العام المميز أو الفريق المميز هذا العام. في فقرتنا ضيف وملف أكيد يسرني أن أستضيف الأستاذة عايدة الغرياني رئيس اللجنة العليا للمهرجان وإذا الأستاذة وفاء بوجواري رئيس اللجنة الإعلامية بالمهرجان. وإن شاء الله حتكون معنا الدكتورة مسعودة الجارش وهي رئيس لجنة التحكيم بالمهرجان. أبدأ بك مرحبتين بك معي اليوم أنستوني. مرحبتين بكم أستاذة عايدة. أبدأ معك بما أنك أنت رئيس المهرجان. هذا المهرجان من يقيمه أساسا في بنغازي؟ طبعا المهرجان يقيم طبعا بعض المنظمات يعني في نفس الوقت اللي قايم عليه الهيئة يعني الهيئة الإعلام والثقافة ومكتب بنغازي وفي نفس الوقت الداعم لنا مركز إبداعات تنمية وإبداعات الطفل يعني. نعم خلينا نشوف يعني هذه الفقرة أو هذا جانب من التحضيرات البسيطة حول هذا المهرجان والاستعدادات لهذا المهرجان اللي حينطلق يوم الغد. ثم أتواصل مع ضيفتي الكريمتان بإذن الله. إذن مشاهدينا الكرام أكيد شفنا جانب من التحضيرات في هذا المهرجان. أنتقل أيضا لضيفتي الكريمة مجددا الأستاذة عايدة الغرياني رئيس اللجنة العليا في المهرجان. أستاذة عايدة يعني الآن مكتب الثقافة مكتب شؤون المرأة والطفل بمكتب الثقافة والإعلام بنغازي هو من يقوم بهذا المهرجان؟ قسم شؤون ثقافة المرأة والطفل. نعم كيف جاءت فكرة هذا المهرجان أساسا؟ طبعا بالنسبة للمنظمات المهتمة بالطفل في تواصل بينا مستمر. نعم يعني هو هذا المكتب أساسا يعنى بالمرأة والطفل يعني بالمنظمات الخاصة اللي ترعى المرأة والطفل في جوانبها. فأي طبعا أي نشاط من جانب المرأة أو الطفل أحيانا مثلا يجونا في المكتب المنظمات ويطرحوا علينا كان عندهم فكرة كان عندهم نشاط فنحن حابين يعني لما يكون النشاط تحت مظلتنا يعني يكون بطريقة فيها نوع الثقافة فيها كذا يعني فايدة لهم وفي نفس الوقت كويس من ضمن نشاطات المكتب. تمام أيوة فهم كانت الفكرة منهم رحبنا بالفكرة حابين ينشطوا حركة الطفل يعني في عارفة العطلة الصيفية أوكي في نفس الوقت استعينا طبعا بالدكتورة مسعودة القرش يعني هي بحكم دكتوراه في الموسيقى فرحبت بالفكرة
نسقنا الامور وان شاء الله الامور تمام يعني كويس. يعني هو حيكون هذا المهرجان خاص باصوات الاطفال اللي داخل منظماتهم، مش حتكون مشاركه فرديه. يعني لو كان الان اي ولي امر يسمع فينا ربما عنده ابنه موهبه في الغناء يقول انا حنشيلها لهذا المهرجان، لكن انتم اليوم تشتغلوا من خلال منظمات. كم منظمه اليوم مشاركه فيها المهرجان؟ والله هي اللي يثبتوا انهم مشاركين طبعا هي في ظروف للاسف. في طبعا منظمات خاصه بالمراه والطفل لكن ما عندهمش فريق غنائي، يعني ممكن عندهم نشاط اخر، فلما عرفوا فيها غناء او في مجال الغناء او الاغنيه فللاسف انسحبوا يعني، لكن قالوا نحبوا نشاركوا ونحضروا، قلنا لهم ما عندكمش مشكله يعني. هذه حاجه. في نفس الوقت نحن اعطينا الفرصه يعني، قلنا لو فيه اطفال مواهب حابين يشاركوا حيكون في فقرات يعني، بس هذه خارج التقييم. يعني حتكون في مشاركات فرديه ان شاء الله لبعض الاطفال. ان شاء الله. نحن نعرف انه في بنغازي في عدد كبير جدا من المنتديات، هذه المنتديات يعني هي اساسا محترفه الغناء، يعني بعيدا عن اي عمل اخر، يعني لديهم فريق غنائي، لديهم فرقة موسيقية تشارك في أغلب المهرجانات داخل وخارج بنغازي. هل ستكون من ضمن المؤسسات أو من ضمن المنتديات اللي نقدر نقول عليها من ضمن المنظمات اللي حتشارك أو الجمعيات اللي حتشارك في هذا المهرجان؟ أستاذة فتحية طبعا هو طبعا في منظمات خارج بنغازي، لكن احنا للأسف أنت عارفة الظروف الحالية اللي احنا موجودين فيها، الإقامة صعبة عندنا. فبصراحة لما نزل الإعلان من المفوضية، طبعا احنا كانت مخاطبة المفوضية لأنهم هم طبعا هي اللي يشتغلوا تحت مظلة المفوضية. نعم، كل منظمات المجتمع المدني تعتبر مظلتها الأساسية مفوضية مؤسسة المجتمع المدني. فبعد ما شافوا الإعلان طبعا أستاذ عمار رئيس المفوضية دارج في الإعلان رقم الهاتف تاعنا ورقم الهاتف استاذة وفاء، فكان بصراحة في تجاوب على طول ويكلموا ويسألوا، فكلمونا طبعا جماعة جدابية، هذوما الوحيدين يكلمونا خارج بنغازي. فقالوا نحن حابين نشاركوا، قلنا لهم عندنا كمش مشكله بس اهم حاجه الاقامه، قالوا احنا ما مش مشكله عندنا الاقامه، المهم نبي نشارك. طبعا هو المهرجان يستمر لمدى يومين او ثلاث ايام. ثلاث ايام ان شاء الله. ثلاث ايام في بنغازي، يعني اي فريق حيجي من خارج بنغازي محتاج لاقامه داخل بنغازي. طبعاً. كويس. يعني بما انكم انتم مكتب، ما انتم مش ميزانيه، ما انكم قسم داخل مكتب الثقافه والاعلام بنغازي تشتغلوا بجهود ذاتيه خاصه. حالكم حال الكل. الحمد لله. هي طبعا سيد اول ما جهزنا التصور ومشينا به الاستاذ جمعه رئيس الهيئه الاستاذ جمعه الفاخري، طرحنا له الموضوع وحكينا له، قلنا للاستاذ جمعه طبعا اي نشاط بدعم يعني. فبصراحة ما أخرش هو، ويعني في الشخصية اللي لما تدويل يعني بصراحة يعني يحبك في الشغل ويشجعك يعني. يدعمك معنويا. ماديا الله غالب. لكن ماديا الله غالب، لأنك يقول لي طبعا تبي الثقافة وعارفة الثقافة يعني عارفة الميزانية وكذا، لكن مش مهم يعني. لما يقول لي مثلا نحن نستلموا الجانب اللي يتعاملوا معنا بالآجل يعني، في طبعا مطبعة تحتاجي أنت لمطويات، تحتاجي لدعوات، تحتاجي الكثير للجداول الكذا. فبصراحة هذه تمام، الدروع للمكرمين، شهادات التقدير، هذه كلها طبعا بصراحة من الهيئة، بوفيه حتى هو من الهيئة. بصراحة المسرح يعني قالوا شوفوا المسرح ما عندناش مشكلة، لكن المسرح بصراحة مد يد لأنه قال بالعكس هو أساسا مركز تنمية وإبداعات الطفل مختص بالطفولة يعني، فيرعى مثل هذه الجوانب المفروض من ضمن برامجه أساسا. لا طبعا، لأنه هو حب الفكرة بصراحة أستاذ أبو بكر الشيخي ورحب بها وقال بالعكس نحن حنخطو امام بعضنا. شغل حلو، وانا بالعكس الشغل لما يكون في هدف للطفل مفروض نكونوا مع بعضنا ونساعدوا بعضنا ونديروا شغل كويس للطفل يعني. نعم، اتجه منك استاذه عايده الى استاذه وفاء. مرحبتي بك استاذه وفاء ابو جواري. مرحبا بك. نعم، استاذه وفاء ابو جواري طبعا هي مدير المكتب الاعلامي بمكتب الثقافه بنغازي، وايضا ناشطه من ناشطات بنغازي، فنحييك ومرحبا بك معايا اليوم. يعني بما انك الان رئيس اللجنه الاعلاميه لهذا
المهرجان، كيف حيكون يعني التصميم داخل المهرجان؟ كيف حتكون آلية العمل؟ كيف حيتم يعني الإعلان عن هذا المهرجان من كل جوانبه؟ من خلالكم أكيد أنت فتحية يعني زميلة لنا في هالمجال وعارفة المعاناة اللي نعانيها. نعم. في مثل هذه الأمور يعني إحنا طبعا أول ما أعلننا على المهرجان هذا يعني محتاجين نتواصل مع قنوات أصوات واحدة. كيف جاء المسمى أساسا؟ هو أنا يعني حطينا أكثر من مسمى من شعار أو أو مسمى، لكن تم الاتفاق على الاسم هذا إنه يعني صوت واحد نحن نتبنوه ونساعدوه. فالمجموعة كلها أجمعت على الاسم هذا اللي معناه يعني. فنحن طبعا تواصلنا مع بعض القنوات اللي ديما عودتنا أن هي تكون متعاونة معنا يعني لعل مش مجاملة لكم أنتوا أحد هذه القنوات يعني. أكيد يعني إذاعة بنغازي المحلية هذوما اللي عندنا معهم تواصل أكثر 218. فهم أبدوا استعدادهم إنهم هم يغطوا فعاليات المهرجان بالتواصل الشخصي بينه وبينهم يعني إنه بطريقة شخصية أكثر هي. فالحمد لله تقريبا نسقنا الأمور على أساس بكرة يكون انطلاق إن شاء الله حيكون في تواصل. نعم. كيف حتكون أيام المهرجان؟ فقراتها كيف حتكون بدايتها يعني صباحي مسائي دواء الساعات؟ هو الافتتاح حيكون فترة الصباحية حيكون الافتتاح عبارة عن حفل افتتاح رسمي تقليدي بالإضافة إلى حفل تكريم رواد في عمل الطفل يعني وحدولك أبلا عيدة أسماء المكرمين. هذه الفترة الصباحية. في الفترة المسائية تبدأ الفعاليات اللي هي الفرق المشاركة يعني قسمناهم الفترة الصباحية من 10 للواحد. كم عدد فرقة مشاركة؟ ربما نسأل سيدة عايدة ما عطتنيش الإجابة الشافية. هو تقريبا المؤكدة يعني أنت عارفة الظروف مرات تطرأ يعني فحد ينسحب يعني يعتذر. نقول بإذن الله 11 فرقة. 11 فرقة من داخل بنغازي ومن جابية فرقة واحدة أو فرقتين؟ ثلاث فرق من جابية حتكون أساسا. نتمنى التوفيق بإذن الله إن شاء الله. فالفترة الصباحية حتكون من 10 للواحد. الفترة المسائية تكون من 4 للـ7. نعم يعني هنا 3 أيام حينضمن داخل مركز سمنة بتاعات الطفل حتكون فترة صباحية وفترة مسائية للي حاب يحضر يدعم الأطفال يعني. أكيد. وخاصة من الناس اللي تحب تشاهد مثل هذه الأنشطة المميزة في بنغازي وهذه العروض أكيد. خلينا ننتقل منك أستاذة وفاء إلى أستاذة مسعودة القرش رئيس لجنة التحكيم الدكتورة مسعودة. مرحبا بك دكتورة. أهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك. سعيده ومساك طيب يا ربي. ان شاء الله مساك اسعد باذن الله. دكتوره مسعوده كيف سيكون اليه التقييم داخل هذا المهرجان مهرجان اصوات واعده؟ ايضا يعني ما سيقدم؟ هل سيكون جديد للاطفال ام يعني خلينا نقول شروط تقديم الاغنيه او الموهبه اللي حتقدمها كل الاغنيه اللي حتقدمها كل موهبه؟ اولا قبل ما نقول لك على اليه التقييم والشروط نقول لك الهدف من هذه المسابقة يعني. نعم. أو هذا المهرجان البسيط يعني اللي إن شاء الله حيكون له أثر طيب في المجتمع. نعم. على الهدف من هالمهرجان اللي هو أولا تنشيط حركة الطفل وبعدين غرس روح التنافس الشريف بين الأطفال وربط العلاقة الجيدة بين المنظمات المجتمع الوطني المجتمع المدني المهتمين بالطفولة وفي نفس الوقت توصيل رسالة الطفل إلى المسؤولين أو إلى المجتمع. والرسالة هذه طبعا في من خلال الأغنية اللي هي الأغاني المتنوعة أغنية عن السلام وأغنية عن المحبة وأغنية عن البقاء والأغنية عن الاستمرار. نعم. بالنسبة لآلية التقييم نحن حطينا بعض النقاط اللي هي طبعا حسن الأداء مخارج الألفاظ لما الطفل بيغني اللي بناخذ مخارج مخرج الحرف في وقت الوقفة شخصية الطفل والعمل اللي هو العمل هذا هادف يحكي يخدم المجتمع ولا طبعا الأعمال طبعا مختلفة في العمل اللي يخدم المجتمع وفي العمل اللي رسالة أو نداء للمسؤولين لغرس الأمن والأمان في نفوس هذه. نعم هذه الأعمال ستذاع لأول مرة أستاذة مسعودة القرش. دكتورة مسعودة هذه الأعمال يعني هل هنالك شرط بأنها تذاع لأول مرة أو هي ربما أعمال ثلاثية قديمة تم صياغتها بلحن جديد وبطريقة جديدة؟ يعني كيف سيكون اختيار الكلمات اللحن التركيز على اللحن أيضا الكلمة كتب هذه الكلمات؟
لنا نحن شرطنا عليهم انه هو العمل يكون جديد، لان هم نحن نقصد بالعمل الجديد ان العمل يعني مش متكرر ومش مشغل يعني. هذا ما اقصد به من سؤالي في وسائل الاعلام المختلفة. وفي نفس الوقت ان العمل لازم يكون له رسالة رسالة بيوصلها الطفل إلى المجتمع. نعم. في بالنسبة للافتتاح اللي هو عندنا دارين الأغاني التراثية القديمة لأنها معروفات يعني لدينا جميعا، في نفس الوقت في نفس الأغاني التراثية اللي هي شارعنا القديم شارعنا الزمان يعني جديدة. الأشياء الثراثية أستاذة دكتورة مسعودة يعني الافتتاحية أو حتكون فقرات بداية المهرجان هي أشياءنا الشعبية الثراثية القديمة، يعني هات الشنطة تعال وريني شارعنا القديم بيتنا القديم شارعنا القديم أجمل صورة هذين الأغاني القديمة كل دارين في هيئة يعني تسلسل وزي الافتتاح يكون تراثي. وبالنسبه للاغاني الثانيه عندنا العمل المتكامل اللي هو طبعا ككلمه ولحن وصوت واداء وتنفيذ، وعندنا الاعمال الانفراديه اللي هو بيأديه المطرب او المطربه بآلة موسيقية حية أو بصوت بدون أي آلة موسيقية. حلو لما يكون في أطفال يعزفوا على آلات ويغنوا في نفس الوقت، يعني حيكونوا داخل التقييم يعني بصفة فردية أم صفة جماعية؟ واحد بصفة فردية، وفي العمل متكامل اللي هم مجموعة أطفال، لكن الطفل بروح هذه بصفة يعني يقيم فردي، سواء يعني هو مصاحب آلة يعزف بآلة ويغني، سواء آلة مصاحبته وهو يغني، لكن شنو بيكون لايف يعني مش بلاي باك. نعم سأعود للدكتورة مسعودة لأتواصل معك حول الكثير من الأمور التقييمية داخل هذا المهرجان بما أنك أنت رئيس لجنة التحكيم. أستاذة وفاء، يعني هؤلاء الأطفال حددتوا لهم أعمار معينة أم الأعمار مفتوحة من الكم إلى الكم ممكن أن تستقبلوا يعني في المهرجان؟ الجزئية هذه معنية بها أستاذة عايدة. نعم أكثر منها. هو طبعا أستاذة فتحية المنظمات عادة منظمات طفل معناها بيكون أعمار الطفل يعني، لكن فيه منظمات يخدم الأطفال اللي هم في الروضة يعني. أنت مرات يكون في الطفل صغير لكن عنده الموهبة يعني اكتشاف هو تكتشفين عنده الموهبة فتضميه للفريق. طبعا قلنا لهم حيكونوا يعني الابتدائي الاعدادي الثانوي بس يعني بتاع الاولى ثانوي ممكن هيك، فهو الفريق حيضم عدد كبير من طبعا مختلف الفئات والاعمار فئات والاعمار حسب تشكيله الفريق. نحضر في بروفة طبعا فلاحظت ان في اعمار مختلفه متفاوتة مش متحدين مثلا بعمر معين او فئه عمريه معينه. نعم يعني نحن خلينا نقول سؤال لحضرات كان اللي حابه تجاوب عليه، يعني احنا شفنا تعليم في فتره ماضيه كان داير مسابقه المغني الصغير، اليوم انتم يعني مهرجان اصوات واعده، شنو المنتظر منا يعني اليوم؟ المنتظر منا طبعا هي لما نقولوا صوات واعده او نديروا زي المنافسه بين المنظمات او مسابقه يعني. هو اوريدي استاذه عايده اسمحي لي ان احنا نشوفوا في هذه المنظمات عندها فرقان وتغني اساسا في اغلب المهرجانات يعني اليوم انا كنت اتمنى ان نكتشفوا مواهب جديده يعني يضم موجودين مواهب موجودين في الساحات وموجودين على في الطرقات يعني محتاجين بس لدعم ولنقله ولمن يعطيهم كلمات حلوه ولمن يعطيهم لحن جميل يقدروا يبدعوا من خلاله يعني هم موجودين اساسا. فكنت اتمنى المهرجان تكون فيه اكتشافه لاصوات جديده مش مكتشفه من قبل. هي طبعا اولا هي استهدفت هي نحن حابين نخلق نشاط يعني للطفل يعني نعم. انت عارفه الطفل محتاج التغيير الاجواء اللي هو موجود فيها الان. نعم. الطفل يعاني من الاكتئاب من ضغوطات نفسيه فيعني هذا فيعني هذا يعني نوع من كجانب ترويحي للطفل اساسا وخلق نشاط في بنغازي نشاط للطفل وللطفوله. تمام. بالنسبه لما نقولوا هذوما طبعا الاطفال غنوا من قبل واكيد، لكن لما نجوا نقولوا التقييم حتكون لجنه تحكيم من رواد الطفل هذا في تحكيم فيها تقييم خاص يعني. حتى الرهبه والمكان والحضور واللجنه هي اللجنه حتكون دكتوره مسعوده القرش من حيكون بجانب
الجانب بالنسبه للجنه التحكيم طبعا رئيسه اللجنه استاذه الدكتوره مسعوده القارش ومعها استاذ محمد الطيب وباسط الخضر والاستاذ ابراهيم الخمسي هذوما اللجنه كلجنه تحكيم يعني نعم ساعود لك لكن خلينا نتواصل مع الدكتوره مسعوده القارش كاول مرحله ليبيا. استاذه الدكتوره مسعوده مرحبا بك مجددا معايا. أهلا صديقتي جميلة الفتية. نعم يعني اليوم حيكون التقييم حسب ما نوهتي على نقاط معينة. ست نقاط حيكون اللي يقيموا علينا الأطفال. نعم أهم هذه النقاط أنت قلتي الوقفة مخارج الحروف الكلمات أن اللحن يكون له هدف أو له رسالة يؤديها. هدف كله يا أستاذة أن نحن نبقى نحاولوا نلموا المواهب المجموعه اللي ان شاء الله حيبرزوا وطبعا هو مش الغرض انك انت بتفوز، نحن الغرض بنتمنى انه تحت مظله الثقافه طبعا مجهودات الناس المسؤولين عن الثقافه والاعلام نبوا نديروا فريق محلي فريق بنغازي للطفوله نلموا فيه جميع الاطفال ونديروا لهم اعمال هادفه تخدم المجتمع وتخدم الطفل، يعني الطفل يغني للطفل، الطفل هو اللي ممكن حتى الطفل يكتب للطفل، عرفتي؟ يعني نحن هدفنا مش انه خلاص هذوما حيفوزوا حيقعدوا في المنظمات، برضه سؤالي دورات نشيطية حندير لهم دورات موسيقى ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله يعني حنستقلوهم ويقعدوا ان شاء الله لان هم الغد هم بكره يعني. كويس، يعني هم حيكونوا كنواة، هذه النواة لتشكيل فريق للطفل، فريق محلي من داخل بنغازي اكيد يتم صقله ورعايته مستقبلا. شكرا لك دكتوره مسعوده القرش، اتمنى لك التوفيق باذن الله في هذا المهرجان وفي كل عمل تقدمين عليه، ان شاء الله نشوفوك على راس هذا الفريق المميز اللي نتمنى له الخير من الان، يكون مشرف في بنغازي كنواة اولى لفريق للطفل يعني يكون مبدع ورائع. شكرا جزيلا لحضرتك استاذه وفاء. ربما كلمه اخيره تنويها بها اليوم وانتم تعلنوا عن انطلاقه هذا المهرجان، مهرجان اصوات واعده. طبعا اكيد هذه دعوه للجميع من خلال برنامجكم للحضور، اكيد يهمنا حضوركم، يهمنا نقدكم، لو في اي تقصير نحن متاسفين من الان يعني، يعني اي عمل لا يخلو من التقصير، لكن نحن درنا اللي في مجهودنا وبشكل ذاتي اكثر من احترام الجهات الداعمه، لكن ان شاء الله في المستقبل تكون الامور واضحه اكثر وتكون التنظيم افضل. نعم، ودائما كل من يعمل يخطئ فاكيد نتعلم من اخطائنا ونتعلم من كل عمل نقدم عليه، نتمنى لك التوفيق استاذه وفاء في هذا المجال. اعود أستاذة عايدة، يعني سيكون أيضا هنالك مكرمين، من ستكرمون من خلال هذا المهرجان باختصار؟ حنختم مع حضرتك. طبعا المكرمين هم طبعا رواد الطفل من ضمنهم طبعا الأستاذ فهيم الشريف، الأستاذ إبراهيم عاشر عرابي أحييه، تمام، الأستاذ عبد المطلوب محمد، الأستاذ جابر عثمان، الأستاذة بدرية الأشهر، لها التحية أكيد، الأستاذ رجب العريبي مجال المسرح طبعا. يعني كل من اعطى للطفل وكل من ابدع في مجال الطفل، عبد المطلوب محمد في ايضا في اللحن في المسرح في يعني تنوع في نعم سيدة عايدة، اكيد كلمة أخيرة لحضرتك نختم بها. ان شاء الله ربك يوفقنا هي أول شيء، ونشكر بصراحة جميع زملائي جميع المنظمات جميع مركز التنمية والإبداع الطفل حتى هم كان لهم بصراحة بصمة دور مع في المهرجان، نشكر الهيئة، نشكر مكتبنا أستاذ محمد المسلاتي بصراحة الشكر الأكثر لأن بصراحة هم اللي كان مجهودهم كبير، السادة وفاء بالجواري والدكتورة مسعودة القارش واللجنة التحضيرية عبد السلام الطيرة. نتمنى لك بالتوفيق أكيد. شكرا جزيلا لك أستاذة عايدة الغرياني رئيس اللجنة العليا للمهرجان، أيضا شكرا للسادة وفاء بالجواري رئيس اللجنة الإعلامية في هذا المهرجان، وأيضا شكرا للدكتورة مسعودة القارش اللي كانت معنا عبر الهاتف وهي رئيس لجنة التحكيم بمهرجان أصوات واعدة. إذا أصوات واعدة سينطلق يوم الغد في بنغازي على مدى 3 أيام، كل من هو مهتم بالطفل، كل من حاب يحضر اي منشط للطفل اكيد هذا المهرجان يقام
أروقة مسرح تنمية وأبداعات الطفل في الفترة الصباحية والمسائية. أتمنى التوفيق لكل أطفال ليبيا وخاصة من هم ما زالوا على الطريق ينتظرون ليكونوا مبدعين في المستقبل. إن شاء الله يكونوا مبدعين ويكونوا من خلال برنامجنا في لقاء معهم هذه المواهب اللي حتفوز من خلال هذا المهرجان، مهرجان أصوات واعدة. شكرا لكل من تابعنا ومن يستمع إلينا عبر موجتنا 107.7 على الإف إم. شكرا لعلي رمضان معد هذه الحلقة، أيضا شكرا لكل فريق الإخراج لهذه الحلقة. إلى اللقاء.